السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج صحافة الشارع. كل شيء رجع عارف شنا هي طبيعة البرنامج لصحافة الشارع، برنامج شبعان تطلع وشبعان سخرية. كل حلقة كنقدمها كتلقى في المحتوى ديالي إلا لاحظتوا واحد الكمية ديال الحقد والقسوة تجاه الدولة اللي كنعيش فيها. وهذا الشيء شنو سبابه؟ سبابه الظلم والفقر والاحتياج اللي كيعيشوا خوتي المغاربه. ورغم كاع هاد المآسي اللي كنعيشوا في هاد البلاد، كنديروا اللي في جهدنا باش نوصلوا ليكم الخبار بشكل ساخر. عرفتي علاش؟ غير باش ما نزيدوكمش هم على هم وغم على غم اللي نتوما عايشينه. من نهار بدينا كنديروا اللي في جهدنا باش نخفوا عليكم علاش قدينا حتى تخطاو هاد الازمه اللي حنا راحنا كنعيشوها كاملين. ولكن للاسف بعض المره كتكون شي خبار وكتكون البلاد عايشه واحد الازمه، ما عندكش كيفاش تخطاها، ما عندكش كيفاش دير تناقشها بسخريه، خصك تقول الخبار كيف ما هي. نعطيكم مثال، خبار الموت. الا كنت جايب لكم خبار الموت غنقول لكم فلان مات ولا فلان مات، واش نقدر نقولها بالسخريه؟ خاصني نقول الخبار كيف ما هي، نقول لكم فلان مات الله يرحمه ويغفر ليه ولينا وسالينا، ما عندي ما نزيد نضيف. علاش في نظركم بنادم ما يقدرش يسخر من خبار الموت؟ واخا عارفين العالم كله غيموت، كلشي غيموت، وكل نهار واحد كيموت، وماتوا زعماء وعظماء وعلماء، والموت كاينه مع ظهور البشريه. ياك الموت خبار اللي كتكرر بزاف وبشكل دائم، من المفروض شي حاجه كتكرر بزاف كتفقد قيمتها، ولكن الموت عمرها ما كتفقد قيمتها. كيبقى الموت شي حاجه فوق ما سمعتيها، كيكون خبر عنده نفس الالم والاسى والحزن والانكسار والمراره والتاثير. فوق ما سمعتي خبر الموت كتشوكه، واخا شحال ما تكرر خبر الموت كيبقى عنده نفس ديال التاثير. واخا تسمع خبر الموت في الدرب والدور للدرب الاخر، تسمع واحد اخر مات، واخا ما تكون تعرف حتى شي واحد فيهم، غادي تاثر نفس التاثير ولا اكثر. بغيت غير نعرف علاش في زماننا هذا بنادم ولا كيخاف من الموت بزاف، وهذه شحال كان بنادم كيواجه الموت بشجاعه، ولات كتخلع على الموت. واخا هي الموت راحه واستراحه من هم الدنيا، الموت هي اللي كتسالي الخصومه ما بين العباد، الموت بعض المره كتكون رحمه ونعمه. دابا كاين اللي كيتفرج فيا وكيقول مع راسو مال هذا جالس كيخطب علينا بخبارات الموت، ما لقاش شي موضوع يهضر عليه من غير الموت. وكاين اللي كيقول دابا مع نفسه طلبنا ولدي قول لينا شكون اللي مات، مالك مزروب عمي، مالك مزروب، علاش كتخاف من الموت؟ علاش كتخاف من خبار الموت؟ عرفتي شكون اللي كيخاف من الموت وشكون اللي كيخاف من خبار الموت؟ غير هذاك اللي ما عندوش وجه باش يلقى اللي خلقه، هذاك هو اللي كيخاف من الموت وخبار الموت. غير ارتاحوا، فهاد الحلقه ما جايب ليكم خبار ديال حتى شي واحد مات، غير هي جيت نفكر الطغاة اللي حاكمين هاد البلاد راه كاينه الموت، ونستغل الفرصه والمناسبه ونترحم على شهداء ديال هاد الوطن اللي ماتوا على قبل كلمه ديال الحق. والله يفرج على كل واحد كيموت كل نهار عرق بعرق في وسط السجون اللي كاينه في هاد البلاد. وبالنسبه للاعلام اللي كيتشفى من اللي كيشوف شي معارض مات ولا تشد في الحبس، للاسف هاد المعارضين اللي كاينه في البلاد لا اللي ماتوا لا اللي باقين في الحياه لا اللي مسجونين، كيشوفوكم كخصوم في الافكار، وانتوما كتشوفوهم كاعداء اللي كتمنوا لهم ديما الشر. عمرك غتلقى شي معارض ديال بصح كيضحك ولا كيتشفى الى مرض شي واحد فيكم ولا مات شي واحد فيكم ولا شي واحد شوهوا صورته ولا جبدوا حياته الخاصه. عمرك تلقى المعارضين الاحرار ديال هاد البلاد كيضحكوا ملي كيشوفوا شي واحد جبد حياتكم انتوما الخاصه؟ عمرك تلقانا كنضحكوا عليكم ولا نشروا داكشي اللي كيتكتب عليكم؟ المشكله راه فيكم انتوما ماشي فينا حنا، المشكله فيكم انتوما اللي كتشوفونا كاعداء. اي واحد كيختلف معكم في الافكار كتشوفوه كعدو وكتشنوا ضده معركه. جميع المعارك والضجات اللي كاينه حاليا ما بين الاشخاص مواقع التواصل الاجتماعي، شكون اللي كيستغلها؟ كيستغلوها وحدين اخرين اللي كيمروا تحت الطابله، كيمروا قرارات جائره في حق هذا الشعب، كينسيونا بها هاد المعارك اللي دايره، كينسيونا بها غلاء الاسعار اللي كنعيشوه. نشوفوا حتى نعياو ونقولوا الله يكثر خير هاد الاعلام وهاد المسؤولين اللي مخليننا عايشين في هاد البلاد. واخا عايشين في هاد البلاد تحت الصباط، ولكن معليش بعدا عايشين وصافي، عايشين عيشه كفس من ديال الدبانه في البطانه. هاد العيشه اللي حنا عايشين سببها ناس ما عندهمش ضمير،
الناس اللي كيتحكموا في المغرب حاليا بعد كل البعد باش يكونوا مسؤولين اكفاء، تسنى منهم اي حاجه الا الخير. واش دابا في نظركم واحد بحال عزيز اخنوش ورباعته ناس غتسنى منهم الخير؟ واش في نظركم واش يقدر شي واحد من هادو اللي حاكمين البلاد ولا اخنوش يتبت باللي هو يدو نظيفه وماشي بلطاجي؟ ما يقدرش. عرفتي علاش ما يقدرش يتبت؟ حيت كلشي باين على ارض الواقع. شوفوا الشعب كيفاش عايش، يعطيكم الاخبار. نمشي معاكم اسيدي بعيد ونقولوا اسيدي اخنوش ماشي هو سبب الفساد، وباللي الدوله ماشي هي سبب ديال الفساد، ونقولوا المجتمع هو السبب الحقيقي وراء الفساد اللي كنعيشوه، ونقولوا باللي الا بغى المجتمع يصلح راسه خاصو يبدا من راسه، ونحملوا اسيدي المسؤوليه للمجتمع. هاد المره نحملوا اسيدي المسؤوليه اسيدي للمجتمع، هو اللي خايب هو سبب هذا الفساد اللي كاين في البلاد كامل. ونقولوا اسيدي الا بغى المجتمع يتصلح، الا بغى المجتمع التغيير خاصو يغير راسه هو الاول، خاصو يغير راسه براسه، وباللي كلشي جاي من التربيه ديال الوالدين والمحيط. اما الحكومه ولا الدوله ولا اخنوش راه ما عايش معنا في الدار، هو اللي كيربي ولادنا. التربيه من مسؤوليه الوالدين والمحيط والمجتمع المدني. ياك هذه هي الهضره اللي عزيز عليكم تسمعوها. ولكن عندي طلب صغير للدوله والاخنوش، نقولوا اسيدي ماشي نتوما سبب المشكل، ولكن تقدروا تعاونوا بواحد الحاجه في الاصلاح ديال هذا المجتمع، باش غتعاونونا تقضيو لينا على هاد العاهات من المؤثرين، وما تعطيوهمش فرصه للظهور. فرصه ديال الظهور ما تعطيوهاش ليهم، وفي المقابل الفرصه شكون ياخذها؟ ياخذوا هادوك الكفاءات اللي ممنوعين من الظهور، هاد الكفاءات اللي كاينه في المجتمع اللي ممنوع لهم الظهور في الاعلام. هادشي غادي يعاون بزاف المجتمع باش يتصلح، حيت راه ما كاينش اللي خارج على هاد الجيل اللي طالع قد هاد التافهين وهاد العاهات اللي طاغين على المشهد اللي نتوما دايرينهم في الواجهه. كونوا مأكدين 100% الا استعملتوا هاد الطريقه اللي قلت لكم في ظرف عام غادي تشوفوا المردود على ارض الواقع. الا ما بانش المردود انا مستعد نعتزل هاد الفيديوهات وما نبقاش نبان في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين شي ناس كيخليو لي تعليق كيقولوا لي انت هضرتك غير خاويه. انا هضرتي كاع ما خاويه، انا في الفيديوهات ديالي كندير اللي في جهدي وكنعصر دماغي وكنعطيكم السم. قول لي بالله عليكم شكون اللي كيتصاق بالعصا من غير الغنم؟ عبروا غير هاد الهضره وعاد اجي ناقشوا معايا، وما تحسبنيش كندير راسي بالدعايه. واش كاين شي شعب كيقبل على راسه يعيش في بلاد اللي كرامته فيها طايحه الارض؟ هضره جوج، هضره جوج تهز في وجهنا الزرواطه. تغلط في شي حاجه بسيطه، تغلط غير في شي حاجه بسيطه وانت كتعارض في سياستهم تلقى راسك في الحبس. بنادم وصل لواحد الدرجه ما كيرفع صوته في هاد البلاد ولا كيفكر يقول شي حاجه ولا غادي يكتب شي حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتعارض سياستهم، حتى كيكون عارف راسو راه غادي يدفع الثمن ديال ديك الهضره اللي غادي يقول، وكيكون عارف باللي غادي يدفع الثمن ديال داك الغوط اللي غيغوت في الشارع، وغادي يكون عارف غادي يدفع الثمن حتى ديال ديك التدوينه اللي غيكتب في الفيسبوك. هادشي كامل عارفه ومع ذلك كيخاطر بحياته. ولينا عايشين معاكم في هاد البلاد غير مقمرين بحياتنا ومقمرين معاكم بحريتنا. يا ربي تنتقم من اي واحد ضيع مستقبل ولاد هاد البلاد، يا ربي تضيع اي واحد ضيعنا، يا ربي تضيع اي واحد تاجر بينا ولا حنا المر، يا ربي تنتقم من اي واحد دل الدراوش ونشف ريقهم وحرر عليهم العيشه وبلا موجب حق قسم معاهم طرف الخبز اللي كياكلوه. يا ربي تنتقم من مشايخ الدل والعار اللي شرعنوا الباطل، ايه شرعنوا الباطل وفهموا الناس باللي ما خصهمش يهزوا راسهم وما خصهمش يدويو على حقهم، واي حاجه تقالت لهم خصهم يقولوا عليها امين. يا ربي تنتقم من هادوك اللي كيرهبوا الناس وكيخلعوا الناس وكيخوفوا الناس الى هضروا على حقهم، كيخلعوهم بالحبس وبالقرعه، وكيفهموك الى هضرتي على حقك غيسدوا بك الترعه. يا ربي تنتقم وياخذ الحق في هذا الاعلام الموجه، الاعلام المصري، الاعلام ديال المرقه اللي الخايب كيردوه زوين والزوين كيردوه خايب، كيقلبوا لينا المفاهيم كيف ما بغاو، يقلبوا ويشقلبوا كيف ما بغاو في الوعي ديالنا. يا ربي تنتقم منكم اشد انتقام، حيت راه ما بقيناش كنفرقوا معاكم ما بين الصيف وما بين الشتاء، ما بقيتش كنتيق بعينيا شحال من حاجه شفتها، وهذا الشيء كامل بفضل الاعلام ديالكم اللي كيفهمنا كاع هذا الشيء اللي واقع في البلاد في اطار الاصلاح. هذا الشيء كامل في اطار الاصلاح ديال البلاد خصنا نضحيو.
حنا كنضحيو وانتوما كديروا علاش توليو. اخر ديال هذا الفيديو شفت واحد الفيديو من وسط الملعب ديال دونور مصور بكاميرا ديال واحد من الجمهور. ملعب دونور اللي كاين في مدينة الدار البيضاء، مقابلة كانت ما بين الدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي. هذا الفيديو كيبان فيه واحد المشجع غاد به رجال الشرطة والمشجعين اللي معاه من نفس الفريق كيصليو على النبي، وكيبان باللي عاجبهم الحال غاد به. ملي بحثت مزيان على هذا الشخص شكون هو شنو كيدير في حياته، لقيتو واحد الشاب الاسم ديالو الياس المالكي الملقب بالاسطوره، كيدير لايفات في الانستغرام وكيبقى مطلعها على بنادم. اش غادي نقول لكم وباش نجيكم من الاخر، داكشي اللي كيدير الياس المالكي في الفيديوهات ديالو كنختلف معاه مليون في المية، بالخصوص ملي كيبقى يدخل في الاعراض ديال الناس. ولكن باش نبغي له الحبس ولا نتشفى فيه بديك الطريقه لا، على الاقل بنادم كان عليه يحترم غير واحد الحاجه، نتوما ولاد نفس المدينه. ثاني حاجه، رغم انه مشهور جاي يتابع الفريق ديالو وفريق مدينته وجاي مضحي من وقته، واش توصل بين الدرجه نصليو على النبي الا كان بنادم غادي نبيه للحبس بحال اللي زعما كان غادي مطلعين في العماريه؟ هنا شنو غادي تفهم وشنو غادي تعرف من هذا الفيديو؟ انا فهمت منه حاجه واحده، باللي كاين شحال من واحد كيتسنى السقوط ديالك بفارغ الصبر. عرفتي علاش كيتسناو السقوط ديالك بفارغ الصبر؟ غير باش يشطحوا على المآسي ديالك ويصليو على النبي نهار اللي توقع لك شي حاجه. هادي شحال انا كنت كنعرف بان غير المعارضين اللي كيتشفوا فيهم وكيضحكوا عليهم وكيفرحوا من اللي كيتشدوا. وصلنا لواحد الزمان دابا ولينا كنتشفوا في اي واحد لا مشى للحبس، والفيديو خير دليل على كلامي، بنادم ما بقى له والو اينو دي زغرت. واش رجعنا قاسيين حتى لهاد الدرجه كنفرحوا لاذيه البشر؟ انا كنختلف مع الياس، ولكن ما نبغيش ليه الخايب ولا يوقع عليه الخايب، ما نتشفاش فيه حيت اخلاقي ما كتسمحش ليا.